شهد مجلس الأمة العديد من الأحداث خلال 2023، أبرزها أداء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة. وعقد المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي 17 11 جلسة في 44 يوما، هي مدة دور الانعقاد. كما تم إقرار 4 قوانين مهمة ضمن استحقاقات الخارطة التشريعية. أداء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليمين الدستورية في جلسة خاصة أمام مجلس الأمة يعتبر أبرز حدث من الأحداث والمحطات التي شهدها مجلس الأمة في عام 2023. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه. وشهد مجلس الأمة خلال عام 2023 وتحديدا في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي 17 لمجلس الأمة 11 جلسة في 44 يوما، هي مدة دور الانعقاد. وكذلك تنوعت الجلسات بين جلستين عاديتين ومثلهما تكميليتين. كما وافق المجلس على مد دور الانعقاد واستعجال اللجان المختصة بإنجاز القوانين وإدراجها على جلسات مجلس الأمة المقبلة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم، ونحن نقف على عتبة مرحلة جديدة، سنواصل المسيرة موقنين بقدم مشرق تحت قيادتكم الرشيدة، وإننا على العهد ملتزمون وبالوعد عازمون على العمل من أجل مستقبل بلادنا وأجيالنا بمتطلبات تشريعية تستجيب لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة. وخلال 11 جلسة أقر المجلس 50 تشريعاً تنوعت ما بين 4 قوانين ضمن الخارطة التشريعية المتفق عليها، إضافة إلى 5 قوانين باعتماد الحساب الختامي و41 قوانين خاصة بالميزانيات. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.